جدا مشاهدي شفتي بي، تحيه طيبه لجميع المتابعين. كنحييكم احنا في نواحي وجده بطبيعه الحال، كما كتشوفوا احنا في الحدود المغربيه الجزائريه. العائلات الوجديه بطبيعه الحال كلهم حجوا هنا لاستمتاع بهذه المنطقه هذه كما كتشوفوا معنا عامره تبارك الله. كما كتشوفوا وصلنا للباريرات، في كاين لي بارير الساكنة هي مدينة وجدة. إذا هذه هي الحدود المغربية الجزائرية. الله صحة جماعة اللي تشوفوا هذا. إذا الحدود المغربية الجزائرية بطبيعة الحال. إذا عيد مبارك سعيد للجميع بطبيعة الحال. تشوفوا معنا الاخوان الاخوات البلاصه هذه عامره هنايا. تشوفوا معنا عامره الناس يعني جايين هنايا كيستمتعوا بطبيعه الحال. هذه الأجواء في الحدود المغربية الجزائرية. كم هائلة الطوموبيلات. غادي الاخوان بقاو معنا، غادي نزيدو شويه قدام عاوتاني. نزيدو شويه القدام عاوتاني نشوفو العدد الهائل ديال الناس اللي جايين يزورو هاد المنطقة، لان المنطقة هاد المنطقة باص هادي معروفة بعدد ديال لي كومبلكس مقاهي دي ريستورون، يعني الساكنة كلها كتجي كتنزه هنايا بطبيعة الحال. اذا حنايا بغينا نديرو هاد الجوله هادي نشوفو الاجواء بطبيعة الحال. ما تنساوش تبارطاجيو معنا هاد المباشر هذا. اذا حنا كنتواجدو بالحدود المغربيه الجزائريه بطبيعة الحال، هنا يعني 7 كيلومتر على مدينه وجده. كما كتشوفو الناس يعني نزيدو شويه الطوموبيلات، يعني الناس كلهم جايين هنا للحدود. نوصل واحد البلاصة عاوتاني اللي غادي يعني الناس جايين يستمتعوا بالأوقات ديالهم مع وليدات ديالهم بطبيعة الحال. إذا هذه هي الأجواء ديال العيد. الساكنة ديال مدينة وجدة كلها كتجي لهاد المنطقة هذه الحدودية هنايا باش كتستمتع بطبيعة الحال. شوف الطوموبيلات هادو كلهم جايين هنا للحدود، الموبيلات اللي جايين يعني كما كتشوفوا معنا. المنطقة محبوبة عند الساكنة ديال المنطقة الشرقية، وأي واحد يعني كيجي لوجدة راه كيجي لهنا لهاد المنطقة ديال الحدود بطبيعة الحال. كاين مجموعة ديال المقاهي اللي كيركبوا على الحدود المغربية الجزائرية بطبيعة الحال، مجموعة ديال ليزيسباس فين كيلعبوا الوليدات، مجموعة ديال لي كومبلكس كبار، كاين والذهب، كاين النسيم، كاين تروكاديرو، كاين كارتين، كاين بزاف. ودابا هادو كلشي عامرين. غادي نوصلوا للبلاصة نتاع لي كومبلكس وغادي تشوفوا الكم الهائل ديال السيارات وديال الناس اللي جايين يستمتعوا يعني بالأوقات ديالهم. كما كتعرفوا تزازت اليوم الساعة شوية خربخاتنا، ولكن الحمد لله. كما كتشوفوا معنا الأجواء، العديد من السيارات
كلهم قاصدين المنطقة الحدودية بطبيعة الحال اللي كانت واجدوا فيها في هذه الأثناء. الطريق هذه ديال الحدود بطبيعة الحال. الناس اللي في الغربة راه كيعرفوا هذه البلاصة مزيان. حنا كنتواجدوا في جماعة أهل أنقاد. حبينا تعيشوا معنا هذه اللحظات بطبيعة الحال. كما كتشوفوا عدد كبير ديال السكينة اللي كلهم جايين يزوروا هذه المنطقة. بقاو معنا الإخوان أخوات، نتمنى تبارطاجيو معنا مباشر وصول البلاصة اللي نايضة. اعتذر جوج بغال انا السي هشام نعيم كنحييوه. فنان كبير أحد الكومبلكس اللي كاينين هنايا. غادي نرجعو نشوفو هاد البلاصة ديال نحاول ندير معكم هذه الجولة هذه.